بدات كتغوت وتدفعو كتقولو بعد مني بعد. ضربها في وجهها وقال غتزيدي معايا قود ولا ما غيعجبك حال. ضرباتو برجلها ومن بعد مشات هربات كتجري، ولكن بسبب الجرح اللي في رجلها طاحت الأرض وهو بقى كيضحك عليها بحال الشيطان. قال لا غير زيدي نوضي، يلا هاش كتسناي هربي. قالت خليني نمشي، وبدات كتبكي. مشى عندها وقال مسكينه وفين بغا تمشي. قالت واش ما فيكش حس الرحمه ولا اصلا انت وخوك من طينه وحده. بدا كيضحك وقال نسيت باللي حتى خويا وحش من فصيله الوحوش. قالت شنو باغي مني؟ قال ليها واش مازال ما عارفاش شنو باغي وعلاش جيت لهنا؟ قالت ريان ماشي معانا. خرج فيها عينو قال ولكن غادة تقولي ليا فين كاين. قالت احلامك. قال ليها واخا غنشوف. حيت الصمتة ديال السروال وهي تقول شنو غدير، ومازال قاع ما كملاتهاش وهز الصمتة للفوق وعطاها ليها في كرشها وبدا كيضرب فيها بكل قوته وهي كتغوت وكتبكي. قال هضري يلا هضري قبل ما نخرج روحك. بدات كتغوت وقالت له ما عارفه والو خليني عليك. قال كنصحك تهضري حيت ما غتحمليش كتر من هاد الضرب. قد ساكته وما بقات قادره تسمع كلامه من كثره الضرب، وبقات غير كتشهق بالبكاء وكتوجه. شويه هزات الرمله بايديها وضربات بها جات في عينه، الشي اللي خلى عينه تعمر بالرمل وما يبقاش يشوف. وقف الضرب وقال شنو درتي؟ ناضت وبدات كتجري بلا ما تهتم لرجلها ولا جسدها اللي تصلخ. استمرت في الجرى وهي كل شويه كتلفت موراها كتشوفو ياك ما تابعها، حتى عيات وما بقى فيها ما يجري وهي توقف. شدات في واحد الغصن وطلعت نفسها ويلاه بغت ترجعه، وهي تحس بإيد شي شخص جبداتها ولصقتها معاه. بدات كتغوت وكتقول سيف عاوني. سد ليها فمها وقال شت. دورات راسها لعنده وهي تلقاه سيف، وغير شافتو هي تعنقه وبقات كتبكي. قال صافي ارتحيتي استرحيتي دابا. بقات كتبكي وقالت ما عمري غنبعد عليك صافي. قال اجي معايا باش نمشي من هنا. جاد وصل المكان ديالنا البارح بالليل وجا كيقلب علينا، وفاش سمعت غواتك عرفت شدك. قالت وهي كتشرح ليه بايديها وفي نفس الوقت كتبكي عرفتي شدني وبقى كيضرب ما حنش فيا كنت شويه وغنموت. قاطعها وقال يلا صافي شت، ورجعها لصدره وحضنها لاول مره. حسسها بالراحه وباللي هو الملجا الوحيد اللي ليها من بعد ما كان مصدر عذابها. وهما مازال معنقين بعضياتهم كيسمعوا التخرشيش ديال شي رجلين قريب ليهم، ويلاه بغات رغت تهدر وتقول ان جاد جا وهو يسد ليها سيف فمها ورجعها للور. مخشيين في وسط الشجره وشي عشب مدرقهم. جاد كان كيتمشى بخطوات مهيله كيقول بست بست العصفوره فينك خرجي فينك ها فينك خرجي خرجي ما غندير لك والو. رغد بقت ساكته ودموعها كيسيلو فوق ايد سيف، وهو يقول جاد شحال غيقدك تخباي في الاخير غدا تخرجي لعندي، غير وفري لينا الوقت شويه وخرجي دابا حيت ما عندك حتى شي خيار اخر من بعد ما سيف تخلى عليك وخلاك في الخلا. وبدا كيضحك. رغد بقت ساكته ودموعها كيسيل فوق ايد سيف، وهو يقول جاد شحال قدك تخباي في الاخير غدا تخرجي لعندي، غير وفري لينا الوقت شويه وخرجي دابا حيت ما عندك حتى شي خيار اخر بعد ما سيف تخلى عليك وخلاك في الخلا. سيف بقى ساكت
وعن نقرة غد اللي كانت كترعد من كثرة خوفها بكل قوته. شوية جات كيجيه اتصال، قال نعم مازال هنا كنقلب، الخدامة ما عندها باش تنفعنا واخا نهدوهم بيها. انا عارف خويا ما غيستسلمش، هي تقدر تهدر بسهولة شوية وكانت بين ايدي، ولكن بنت الهم فلتات مني. المهم انتي قطعي دابا، وإلا كانت شي حاجة انا غادي نعلمك، وانا ما غاديش نرجع الى ما جبتش ريان معايا، كان وعدك. ومن بعد قطع وحط تليفون في جيب ودار الجهة الاخرى، وغادي كيقلب بعينه وكيعيط باسم رغد. وسيف تسنى حتى بعد حد قال وليني هادو طلعوا ماشي سهلين. حيدات رغد ايدو وهي تقول غيشدوني انا وياك، قال مادام انتي معايا ما غيقرب ليك حتى واحد. رغد غير سمعت هاد الكلمة وهي تبسم، وخسيف ما كيقصد بها والو، ولكن معناها عند رغد كان كبير. قال سيف كنظن ما تقدريش تمشى ياك، وهي تقول لا انا بخير نقدر نتمشى. خرجت من ورا ديك الشجره وهي تطيح، قالت اي، وهو يقول سيف ديما الا قلت لك شي حاجه تبعيني وما تعاندينيش. ما تسناهاش تجاوبه وهزها بالزربه بين ايديه، وبقى غادي بها للجهه المعاكسه لجات ومتجه للكوخ. بقاو غادين حتى وصلوا. رغد قالت صافي حطني غادي تكون عييتي. سيف بدا كيضحك وقال لا ما عييتش. حطها في المقعد الامامي ديال سيارته ومشى ركب بلاصتو ديماره. قالت شكرا، وهو يقول علاش؟ قالت حيت لتاني مره كتنقض لي حياتي، وكون ما كنتيش انت كنت غدا نموت. بقى ساكت وشاف فيها، ومن بعد كمل الطريق، وهي بقات كتفكر كون دارت داكشي اللي في راسها وخلات ريان معاها كانت الامور غدا تكون اسوأ، والولد الى طاح بين ايديهم ما غيرحموهش وخاهما والدي. سيف جبت تليفونه كيتصل، قال الو، وهو يقول له محاد نعم سيدي. قال سيف الولد في امان، وهو يقول له محاد غير كون هاني يا سيدي. قال سيف من هنا لنص ساعه بغيتك تجيب ريان العنوان اللي غنصيفط لك، بغيتك تجيب ريان العنوان اللي غنصيفط لك في رساله. هو يقول له معاد صافي واخا، ومن بعد قطع وعطى تليفون لرغد وقال ليها كتبي ليه العنوان اللي غنعطيك. رغد شدات التليفون ومن غبائها كتبات جيب ريان لهاد العنوان. دار التليفون في جيب سيف وقالت فين غنمشيو؟ قال غنسافروا لبرا، وهي تقول بهاد السرعه يا قلتي حتى يوجدوا الوراق وزايدون نقدروا نمشيو لشي بلاصه اخرى، وهما ما غيلقاوناش، ماشي بالضروره نخرجوا من المغرب. سيف تعصب وقال واش باغا ترجعي بين ايدين جات؟ واخا تكوني تحت الارض غيجبدك. قالت وهي خايفه لا لا ما بغيتش، وهو يقول ايوا سكتينا، جاد ونوال الا ما قدروش يوصلوا لينا غيتجهوا للبوليس، وهما الا مشاو عندهم احنا غنمشيو فيها ديريكت للحبس بتهمة الخطف والتهديد. قالت عرفت، ولكن كي غنديرو نخرجو بلا وراق؟ قال كل شي موجود بلا ما تصدعي راسك بالتفكير، وهي تقول مازال كيهضروا. وخرجات ليهم طوموبيل جاد من الجنب وضرباتهم وبقات محاصرهم. رغد كتغوت وهبط جاد من طوموبيلته وقال كنت متأكد أنك باقي معها. سيف هبط حتى هو وغادي ليه بوحشية وقال وأخيرا تحطيتي بين إيدي المجرم، يلا جمع قبضة إيدو باش يضربه، وهو يوقع اللي ما كانش ليه في الحساب. جاد هز السلاح في نص وجه سيف، ورغد غير شافته وهي تهبط كتجري وكتغوت. وهو يقول جاد مرحبا بخويا العزيز، وقيل جيتي للحرب بلا سلاح، وبدا كيضحك. قال له سيف واش حساب ليك غنخاف منك؟ الا كنتي راجل اضربني، يلا اش كتسنى؟ رغد كتبكي وقالت بعد منه بعد ما تقربش ليه ورا اخوك حشوم عليك. جاد بدا كيضحك وقال سعداتك عندك اللي دافع عليك باينه فيها كتبغيك، وقال
خليك من الهضرة وزيد قتلني إلى عندك الجرأة الخواف. خليك من الهضرة وزيد قتلني إلى عندك الجرأة الخواف. جاوب جات، أنا ماشي بعيد باش نقتلك أنت السيسي في الراضي. دور الفرديجي حتى رغت وحطوا ليها على جبهتها وقال، هضري انتي فين ولدي؟ جاوباتو، عرفتي واخا تقتلني وتقطعني تراف تراف والله لا قلت لك فينا هو. ومن بعد دفلات عليه، ضربها في راسها بالايد ديال الفردي وبدا كيسيل ليها الدم وما بقاتش قادره تتحرك. وفي هذيك الساعه سيف استغل اللحظه اللي ضرب فيها جاد رغد وحيد ليه الفردي ولاحو بعيد وضربو بونيه في وجهه، وجاد ولا بحال شي وحش. الضربه ما خدات والو من جاد، ضرب سيف براسو ومن بعدها عطاه دقه برجلو في كرشو. بقاو كيتضاربوا حتى سيف طيح جاد في الارض وبدا كيحاول يسترجع انفاسه وهو يقول له، يلا نوض واش عييتي نوض. جاد رجع يدو وراه كيحاول يشد الفردي اللي طاح عليه سيف. جاد رجع يدو وراه كيحاول يشد الفردي اللي طاح عليه وسيف ما شافوش وقال له، هاد المره غنخليك تعيش حيت ما بغيتش نوسخ فيك ايدي، ولكن مره اخرى الا قربتي لينا انا ورغد وريان كنحلف لك بالله موتك غيكون على ايدي. جاد بدا كيضحك وهو يقول له سيف، انا ما كنضحكش كنحذرك، انا ما كنضحكش معاك كنحذرك مني، هادي اخر مره. جاد هز الفردي وهو يقول، اسمح لي يا خويا ولكن انا ماشي بحالك ما كنعطيش الفرص وانت اللي اختاريتي هادشي. هز الفردي وصوبوا السيف وضربوا جوج ضربات وطاح في الارض في دقه واحده وجسمه كله كينزل، وغير شافته رغد وهي تفقد وعيها في البلاصه. ناض جاد من بلاصتو خش الفردي ديالو في السمطار ديال سروالو ومشى ديريكت عند سيف ضربو برجلو باش يشوف ياك ما واعي، وهو يلقاه ما بقاش كيتحرك ومع الضربه تليفونو كيطيح من جيبو. هزو جاد وحلو والحسن حدو لقاه بلا كوت وغير تحل وهو يلقى الرساله قدامه. جاد بدا كيضحك وقال، واخيرا. ومشى كيجري لطوموبيلته شويه كيوقف ودار كيشوف رغد وهو يرجع عندها وهزها معاه وداها للطوموبيل حطها فيها وديماره سايق وكيشوف فيها وقال، سمحي لي واخا ما عندك ذنب في والو ولكن كيما حرمتيني ولكن كيما حرمتي عليا ولدي انا غنحرم عليك سيف كثيره. ومن بعد 20 دقيقه كيوصل للعنوان، بقى في طوموبيلته ما خرجش، بقى مراقب البلاصه اللي غيجي ليها معاد سالم واقف وفي ايديه ولد صغير. وهنا فين هبط جاد واتجه لعندو ديريكت، ولكن معاد شافه في البلاصه ودارك الامر وهرب بالزربه. وجاد رجع ركبته هو في طوموبيلته وديماره بسرعه حتى هو بنفس السرعه ديال معاد وبقى تابعه وهو متجه لطريق خاويه. فيما كيكسيري معاد جاد حتى هو كيكسيري، توصلوا لطريق مقطوعه وما بقى مجال للهروب عند معاد سوى انه يخرج من طوموبيلته ويكمل برجله. ونيد داكشي اللي دار هبط بالزربه وكمل على رجله وهو كيجري بريان حتى سمع صوت الرصاص. دار كيشوف جاد موراه ومصوب الفردي جهته، ولكن الرصاصة ما جاتش في معاد. جاد غوت بالصدمة، جاد تصدم وغوت، ريان. معاد طاح على رجليه وعينو على ريان اللي جات فيه الرصاصة في راسه مباشرة، جرى عنده وهو يهزو وبقى كيبكي بطريقة هستيرية. معاد من كثرة الصدمة رجع اللور وبقى غير كيشوف، وجاد حل عينه ومازال ما متيقش شنو وقع وما مصدقش انه قتل ولده بايده. وبعد 10 دقائق ديال الصمت معاد هز تليفونه واتصل بالبوليس، وغير سمعوا جاد وهو ينوض بالزربه
وخلى الولد مليوح في الأرض ومشاركب في طموبيلته بسرعة وهو بحال شي حمق. غلبت عليه الصدمة، بقى سايق وهو كيبكي، ضر ولده في قلبه وخصوصا أنه هو السبب في موته. أما رغد باقة في المقعد الخلفي وهي مغيبة وما جايبة للدنيا أخبار. جاد اتجه للبلاصة اللي فيها مرات ونوال اللي كانت واقفة كتسناه في الباب. تلمحات سيارته جات وهي تجري لعندو كتبسم، حلات ليه الباب ديال الطوموبيل وقالت صافي جبتيه، فين حبيبي؟ جاد بقى ساكت واتجه للدار، وهي من كثرة شوقها لولدها ما شافتش رغد في المقعد الخلفي. دارت تبعات جاد وهي باقة كتسول في نرايان. وقف جاد ودار عندها وشدها من كتافها ويلا بغى يهدر وهي تقاطعه. قالت واش كتبكي؟ ابقى ساكت. الشي اللي خلى نوال تأكد ان ريان وقع عليه شي حاجة ولا ما كانش غيبكي بحال هكا. قالت شنو وقع لولدي؟ دار. وهو يقول نوال تهدني. قالت فين ريان؟ واش هربوا بيه؟ ما بقاش غير جاع. هدار ياك وعدتيني ما غتجي حتى تجيبو معاك. انفاجر بالغوات وقال ريان مات، صافي ما بقاش. بقات ساكتة وغير سمعات كلامه وهي تطيح في الأرض ومخرجة عينيها من كثرة الصدمة. قال جاد وهاد الشي كله بسبب سيف أختك، هما قتلوا لي يا ولدي، قتلوه سمعتي؟ ريان مشى، صافي مشى وما بقاش غيرجع. نوال بدات كتبكي وكتقول لا انت كذاب، انت كتكذب عليا، ولدي باقي عايش ما ماتش، انت كذاب. نوضها جاد من الارض وقال دخلي دخلي هاد الهضرة لدماغك، هو مات مات. دفعاته وقال لا ما ماتش وانا اللي غنمشي نقلب عليه. ودارت واتجهت جهة الطريق وهي محطمة وكتبكي، هم تيقاش أن ولدها اللي تحدات كل شي على وده صار من عداد الموتى. وجاد ما عارهاش اهتمام حيث أصلا ما كانش بيناتهم حب حقيقي. هذا كان تفكير جاد اللي دخل الدار جمع حوايجه وحطهم في باليزته وخرج ركب في طوموبيلته واتجه للفيلا دياله ومعاه رغد اللي مازال ما فاقتش. ومن بعد 30 دقيقة جاد كيقول شيماء شكرا حيت عاونتيني في هاد المحنة. قالت شيماء ما تقولش هكا، احنا جمعتنا الصحبة وصحاب كيبانوا غير وقت الشدة. قال عارف اللي كاين وكيف ما اتفقنا غتبقاي هنا ولا ما كاينلاش. قالت ليه وهي كتقاد السيروم لرغد كنظن ما كاينلاش ولكن وقت ما احتاجيتيني غتلقاني في جنبك. شكرها وهي تقول البنت بعد شوية غدا تفيق، الضربة ما كانتش قوية بزاف ولكن جسمها كان ضعيف وإن شاء الله غتسترجع صحتها في مقرب. يلا نخليك دابا ورقمي عندك. دعات ومشات خرجات وجاد بقى في الغرفة مع رغد وكيشوف فيها شوفات الأسد الفارستو وفي نفس الوقت غارق في التفكير. موت ولده الوحيد ما غيخليهش يمر مرور الكرام وما كانت إلا دقائق قليلة ورغد بدات كتفيق وتحل عينيها. قالت سيف وما كانتش إلا دقائق قليلة ورغد بدات كتفيق وتحل عينيها. قالت سيف سيف. جاد غير سمع صوتها وهو يخرج لبرا ومشى في حاله. أما رغد بقات كتحاول تفكر شنو واقع ليها وفين هي دابا وشنو كدير في هاد الغرفة الغريبة بالنسبة ليها. بقات كتدور في عينيها وراسها متقل عليها حتى استرجعت ذاكرتها اللي كتحمل ليها صدمة، ذكرت اللحظة اللي طاح فيها سيف في الأرض وهو مضروب والدم كينزف بالدم. بدات كتحاول تنوض وكتعيط لسيف. شافت أنبوب السيروم مخشي في إيدها وحيداته بالزربة ونادت كتغوت وتدور في راسها من جهة لجهة. شافت الباب ومشات حلاته بالزربة وخرجات ومع الخرجة كتزدحم عجاد.
قال ليها فين غادة؟ بدات كترجع اللور وقالت له انت؟ وبدات كتقفقف. قالت فين سيف؟ قال ليها في قبره. بدات كترف فيه وقالت انت شنو درتي ليها المجرم؟ شنو؟ شدها من ايدها بقوة وبقى كيشوف في عينيها وهو يضعف قدامها وطلق من ايدها وخرج. رغد تحت في الارض على رجليها وكلام جاد نزل عليها بحال البركان. ما قدرتش تكذبه حيت شافت كل شي بعينيها. شافته هو مضروب وكينزف. غمضات عينيها كتحاول تكذب احساسها. سيف ما يمكنش يموت، مستحيل. هو قال غيبقى معاها وغيحميها، ولكن هو دابا فيه. حطات راسها فوق المخدة وغمضات عينيها وما بقاش كيهمها لا فين هي ولا معامل. الحاجة الوحيدة اللي بغاتها هي تنسى. تنسى. وخا هادشي مستحيل. جمعت رجليها لعندها وخشات راسها في صدرها ونحسات. وما فاقت حتى وصل الليل وطاح الظلام. ناضت وهي مهدودة. شافت في المكان كله ظلام. شوية تشعل عليها الضوء ودورات راسها جهة الباب ولقات جاد. قالت كنت رجاك. قول باللي خوك ما ماتش. الله يخليك قول. بقى كيشوف حالتها وهو يقول سمحي لي، ولكن هو اللي اختار هاد الشي. رجعت حضرات راسها وما زادتش هضرات حيت عرفت ان الكلام ما بقى منه فايدة. قال ليها غيكون فيك الجوع، جبت ليك تاكلي، حط ليها الماكلة ومشخرج. وهي بقت كتقول بغيت ننسى، بغيت نموت. حتى تحل عليها الباب وصوت الغوات جاي قاصدها. نوال كتقول اليوم غنقتلك، اليوم نقتلك. وهجمات على رغد اللي دخلت عليها على غفلة وشنقات عليها وهي ما فاهمه والو. ادخل جات تابعها وقال ليها بعدي منها. نوال كتقول له خليني نرجع حق ولدي، خليني. جرها لعنده وقال انتي السبب في كل شيء، انتي اللي درتي هاد الشيء كله. قالت له نوال طلقني، بغيت نقتل المجرمة اللي حرمتني من ولدي. رغد ناضت من بلاصتها وهي قريبة تغيب. قالت شنو واقع لريان؟ شنو واقع لريان؟ بدات نوال كتغوت وكتبكي. قالت وما زال كتسولي. وهي تقول رغد اختي هضري، شنو واقع؟ راني ما فاهمه والو. وهو يقول جاد سيف قتل ريان. رغد غوتات كيفاش؟ وهو يقول جاد كيما سمعتي، راجلك حرمني من ولدي الوحيد. نوال طاحت على رجليها كتبكي وكتقول الله ياخذ فيكم الحق، الله يشتتكم كاملين كيما فرقتوني على ولدي. بغيت ربي يفرقكم على صحتكم. جاد نوضها وهو يقول انتي اللي كنتي السبب في هذا الشيء كامل، انتي اللي بغيتي تنتقمي من اختك بعد ما خدات ليك راجلك القديم. قالت نوال شنو؟ وهو يقول لها جاد كون ما كنتيش باقة كتبغي سيف كاع ما كان قلبك غيتحرق من جهته حيت تزوج باختك وخا ما كاين حتى حاجه بيناتهم. قالت نوال واش عارف راسك اش كتقول؟ وهو يقول جاد احنا كنا اتفقنا ناخذ الولد بلا صداع، ولكن انتي كنتي مصرة تحرمي عليهم العيشة حيت باقة لحد الان كتبغي سيف. انتي كنتي بدلتي خويا بيا غير حيت عرفتيني كنعيش في المانيا وبغيتي الفلوس كتر، وانا كان يحساب لي كتبغيني ومن بلاتي تبادلتك نفس الحب، ولكن طلعت غالط. اصلا انتي غير وحدة طماعة، والغلط اللي درت هو انني تبعتك فهبالك وقفت ضد خويا غير باش نرضيك. انتي بسبابك ولدي الوحيد مات. وهي تقول نوال صافي فهمت. قال لي هجاد شنو فهمتي؟ وهي تقول انت كتقول هادشي حيت عارفني ما بقيتش غدا نولد ياك، هدار. بقى ساكت وقالت اصلا راها باينه من نهار خرجت من ديك العملية وانت تبدلتي معي، ما كنتيش بحال الاول، كان همك الوحيد هو الولاد وانا ما كنتش رادة بالي.
واش نسيتي شحال كان بغيك وشحال كافحت على قبلك وسمحت في عائلتي وكل شي غير باش نكون معاك؟ ودابا جايب كل وقاحة كتقول أنا وحدة طماعة وما كنتش كان بغيك. خسارة، صدمتيني فيك. وفعلا عندك الحق، أنا اللي وصلت كل شي لهنا، حيت كون بقيت في هداك الحريق وما خرجتش منه ما كانش هادشي كامل غادي يوقع. كنت غنتهنى في قبري بلا ما نكون مضطرة نسمع هاد الهضرة، وكان ولدي غادي يعيش بخير وهو في أمان. جاد كيشير جهة الباب وقال ليها برا، وهي تقول جاد. قال برا، قلت ليك خرجي وما تبقايش توريني كمارتك. دفعها حتى طاحت، وهو يقول تعاودي توريني كمارتك غندفن تاصيلتك كنتي حية. يلا تحركي. ناضت نوال وحضرت راسها وخرجت. مع الأسف هي فعلا كتبغي جاد، ولكن هو ما مطيقهاش ولا كان كيبغيها. أصلا بقى معها غير على قبل ريان، دار عند رغد ولقاها مليوحة في الأرض وفاقد الوعي. هزها من الأرض وحطها فوق الناموسية، هز إيده وبقى كيدوزها على وجهها من حواجب، هز إيده وبقى كيدوزها على وجهها. بقى حداها كتار من 20 دقيقة ما حيتش لا إيده ولا عينه عليها. احترجعت رغد لوعيها وحسات بإيد فوق خدها. قالت سيف. غير شافت جاد وهي تنقص من بلاستها وقالت شنو كدير؟ وهو يقول علاش ما كليتيش؟ بدات كتدفع فيه وقالت بعد مني المجرم، وبدات كتبكي. قال انتي ما خاصكيش تبقاي بالجوع. وهي تقول وانت شنو اللي كيهمك الا كليت او لا بقيت بالجوع؟ وانت شنو كيهمك الا كليت والا بقيت بلاش؟ قال المراه اللي غتولد ليا ولدي ما يمكنش ليها تبقى بالجوع. رغد بقت ساكته، وهو يقول جاد شفتك سكتي. على كل مازال الوقت على هادشي، على الاقل كيخصك اسبوع على ما تقدري تسترجعي قوتك، حيت صحتك دابا ما كتسمحش ليك تحملي بولد. دورات عينيها جهه البلاطو وكتشوف في الموس اللي حدا الديسير. قال دابا غير ارتاحي مع راسك وغير بشويه عليك، عارف صعيب عليك هادشي وصعيب عليك تتاقلمي مع الوضع الجديد، خصوصا وانا خو راجلك وفي نفس الوقت راجل اختك. هزات الموس وحطاتو له تحت رقبته وقالت ما حشمتيش كتقول هاد الهضرة، ما حشمتيش تقول هاد الهضرة، ماشي عيب عليك تحط عينيك على مرات خوك والطمع في الحرام. على الاقل الا ما كنتيش كتحتارمي انا وخوك احترم غير القرابة اللي بيناتنا. كون كانت امك باقة عايشة متأكدة كانت غدا تبرى منك. بدا كيضحك وقال واش ناوية تقتليني بهاد الايد اللي كترعد؟ قالت ما تستفزنيش، حيت موتك انت غيكون على ايدي المجرم. ناض من بلاصتو ومشى جهة الباب وقال داك الموس قطعي بيه ديك التفاحة وكوليها. ومن بعد خرج وزدح الباب مورا وخلى رغد جامدة في بلاصتها ورمات الموس في الأرض ومشات حلات الباب ودمها كيغلي. بدات كتقلب على جاد. فين كاين كدور في كل جهة حتى سمعت صوته، تبعاته وعرفات منين جاي. كان صوت جاد داخل غرفة بابها مسدود. قربت الباب ويلاه بغات تدخل وهي تسمع، جاد كيقول واش انت خدام عند الطبيب ولا خدام عندي انا؟ دير داكشي اللي قلت ليك. انا ما كيهمنيش الا كانت حالته خطيره، خرجتو منه القرطاسه خليوه تما وما تحيدوش عينيكم عليه، انا شويه وغنكون عندكم. رغد غير سمعات كلامه الروح رجعت فيها، تبسمات بلا ما تشعر. شويه جاد حل الباب ومع الحله كيتصدم برغد واقفه قدامه وهي ساهيه وكتضحك. قال انتي شنو كديري هنا؟ شنو خرجك؟ نقزات من بلاصتها وقالت
انا غنمشي نعلم بيك البوليس، انت بلاصتك الحبس، قتلتي خوك بدم بارد وكتصرف بحال حتى شي حاجه ما وقعات. شدها من شعرها وقال راجلك مات حيت قتل ليا الولد ديالي، وانتي دابا خاصك تولدي ليا البديل ديالي. واش فهمتي هاد الخضره؟ يلا دخليها لراسك، ودابا زيدي تحركي قدامي قبل ما نلغي داك السيمانه اللي عطيتك دراحه، وندشن تاصيلتك اليوم. جرها للغرفه ولاحا فوق الناموسيه وخرج وقفل الباب موراه، وهي ناضت من بلاصتها وحاسه بالدنيا كطير بها بسبب الاخبار اللي سمعتها. كتبكي وكتقول انت باقي حي، باقي حي، الحمد لله يا ربي، حمدتك وشكرتك. دابا بقى ليا غير نعرفك فين كاين، ومن بعد غادي نهرب من هنا. دابا بقى ليا غير نعرفك فين كاين، ومن بعد غادي نهرب من هنا باش نمشي نقدك. مسحات دموعها وهي باقا كتضحك، ومشات حلات الباب ديال الحمام اللي كان حدا باب الغرفة. دخلات وقدات حاجتها ومشات تغسل ايديها، وغير شافت حالت وجهها في المراية وتصدمات، وجهها كله مكرفس بالتراب. شافت في رجليها ولقاتهم أسوأ من وجهها، وديك الكسوة اللي كانت لابساها رجعات كلها حالتها. شافت في الرشاش ديال الدوش وقالت من الأحسن تغسل حالتها. دخلات وحيدات حويجها ودوشات، ويلا حلات الزاج باش تخرج، وهي تصدم بجاد واقف ومسند على الحيط وكيتفرج فيها، وغير شافته هي تجر فوطة وغطات راسها بها. قالت شنو كدير هنا؟ ياك كنتي غادي. قال فين غادي؟ الداركات الأمر، وهي تقول له واش انت مريض؟ داخل لهنا وانا كندوش. قال ليها هادي داري وندير فيها ما بغيت. قالت خرج خرج، خليني نلبس حوايجي قليل لحية. وهو يقول ما كنظنش غدا ترجعي تلبسي نفس الحوايج اللي حيدتي، داكشي علاش جبت ليك هادو. وجبد واحد الميكا موراه وقالت ما عندي ما ندير بالحوايج اللي يجيو من عند واحد بحالك. وهو يقول واخا انت تعرفي، الا ما عندكش مشكل تبقاي عريانه شغلك هذاك. خنزرات فيه، ومن بعد حيدات ليه الميكا بعصبيه وقالت يلا خرج. تبسم ليها وخرج وسد الباب موراه. سندات على الحيط وبدات كتبكي، لبسات الحوايج بالزربه، ومن بعد خرجت ولقات علبه ديال البيتزا فوق الناموسيه. جلست فوق من الناموسيه وبدات كتاكل، وفي نفس الوقت كتفكر في خطتها اللي اكيد غدا تكون الضربه القاضيه لجاد. كملات ماكلتها وتبسمات من اعماق قلبها. جا الوقت باش ترتاح من بعد هاد الدوش اللي خدات، باش تقدر تفيق وهي مستعده وجاهزه لتنفيذ خطتها. ولكن قبل مشات للباب وتأكدت باللي مقفول وما يقدرش يتحل، خافت لا يتحل عليها وهي ناعسة. داكشي علاش دارت ليه القفل من الداخل، ودوزات ساقطة ومشات تكات فوق من ناموسية وهي مرتاحة. غمضات عينيها وكتفكر في اللحظة اللي غتلاقى بها بحبيب قلبها سيف. جا جاد وكيغوت حلي هاد الباب. واش ما كتسمعينيش؟ قلت ليك حلي هاد الباب ولا غنهرس. رغد نقزت من بلاصتها وكتحاول تحل عينيها، شافت في الشرجم ولقات الشمس ضوات في كل مكان، وعرفت أن الصباح وصل. ناضت من بلاصتها وهي مكسلة، حيدات لقفل الباب وحلاته. دفعها جاد بهمجية ودخل. قال واش باغا تلعبي معايا؟ وهي تقول شنو واقع؟ يلاه بغت تكمل، وهي المحبوق على الدم في قميص جاد. قالت فين كنتي؟ قال هاد الشي ماشي شغلك، وهادي آخر مرة تسدي هاد الباب من الداخل. قالت كنت خايفة لتجينا وال وتهجم عليا، كنت خايفة لتجينا وال وتهجم عليا تاني، وانا ناعسة، هاد الشي علاش درت هكا؟ وعندك حساب ليك انا خايفة منك، اصلا كون كنتي ناوي تقتلني كون درتيها شحال هادي. قال جاد اختك ما بقاتش غدا ترجع لهنا غير تهناي، وانا جيت غير باش نشوف ياك ما خاصاك شي حاجه.
ولكن كتباني ليا بخير. قال هاد جوج كلمات ومشى خرج، ولكن ما قفلش الباب. وهي تقول رغد، ولا جاي تشوف ياك ما هربت في غيابك، ولكن غير كون هاني، حيت هادشي هو اللي غادي يكون وفي حضورك ان شاء الله. بقات كتفكر في هذاك الدم اللي شافت في حوايجه، وعرفت انه ديال سيف. حسات بقلبها كيتقطع، وهي بعيده عليه وما قادره تدير له والو. ولكن ما بقى قد ما فات، هاد الليله بالتحديد غدا تكون عنده. لمحات الموس اللي لاحته البارح جنب الكوافوز، وهزاته بالزربه وخباته تحت المطله، ومن بعد مشات دخلات الحمام، غسلات وجهها وخرجات.